ملخص الأفكار الرئيسية للمحاضرة الثانية. تحدثنا في المحاضرة الثانية عن الوظائف الإدارية في منهج الإسلام، فتحدثنا عن منهج الإسلام في التخطيط بالإشارة إلى كثير من الشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما تحدثنا عن أمثلة في تنظيم منهج الإسلام في التنظيم، وأشرنا إلى أمثلة في التنظيم في الإسلام والقواعد العامة للتنظيم في الإسلام والتكامل في تنظيم المجتمع الإسلامي والتنظيم في صدر الإسلام. كما أشرنا في الوظيفة الثالثة إلى منهج الإسلام في التوجيه، وأشرنا إلى شروط التوجيه في الإدارة الإسلامية وإلى أهمية التشجيع والتحفيز في الإدارة الإسلامية والمنهج الإسلامي. في الوظيفة الرابعة أشرنا إلى منهج الإسلام في اتخاذ القرارات، وقلنا أن عملية اتخاذ القرارات وظيفة مهمة من وظائف الإدارة وأنها تعتبر جوهر العملية الإدارية، وأشرنا إلى كثير من الشواهد والأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الوظيفة الأخيرة هي منهج الإسلام في الرقابة، وأشرنا إلى 3 أنواع من الرقابة: الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية والرقابة العامة. الموضوع الثاني في المحاضرة الثانية أشرنا إلى بعض الرواد المسلمين في الفكر الإداري، أشرنا إلى الفارابي والباوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن خلدون والقلقشندي.